القوة العسكرية هي العمود الفقري لمكانة أي دولة في العالم، وتركيز الدول على دعم جيوشها هدفه الأول ضمان تطورها بما يكفي للتصدي إلى الاعتداءات الخارجية. وعلى الجانب الآخر، لم تبذل مجموعة من البلدان الكثيرة لدعم قواها العسكرية، لدرجة أن بعضها لا تمتلك طائرات أو حتى قوات عسكرية، وهو ما جعل جيوشها هشة وتتذيل التصنيفات في موقع مثل جلوبال فاير باور المتخصص في الشؤون العسكرية، والذي يعتمد على أكثر من 50 معياراً لتصنيف الجيوش. فيما يلي قائمة أضعف 10 جيوش في العالم: حلت مملكة بوتان في المركز الأخير بالقائمة، حيث تمتلك قوة عسكرية عاملة تقدر ب8000 شخص فقط، بما يمثل 19% من تعداد سكانها الكلي، كما أنها لا تملك سوى طائرتين فقط و27 عربة مدرعة. جاءت في المرتبة 144 جمهورية مولدوفا، والتي تمتلك قدرات عسكرية صغيرة قوامها 3 طائرات حربية، بينها مروحيتان وطائرة نقل عسكري، و550 مدرعة فقط. ويقدر حجم الإنفاق الدفاعي لدولة مولدوفا ب47,600,000 دولار تقريباً. سورينام جاءت في المرتبة 43 بعد 100، وتمتلك قوة عسكرية عاملة تقدر ب1800 شخص فقط، وهو ما يعني إمكانية غزوها بفوج عسكري واحد فقط، بما يمثل 13% من تعداد سكانها البالغ 614,000 نسمة. تتكون قوتها الجوية من 3 طائرات هليكوبتر، فيما تتمثل قوتها البرية في 100 عربة مدرعة. الصومال احتلت المرتبة 42 بعد 100 عالميا، وتمتلك قوة عسكرية عاملة تقدر ب17,500 شخص، بما يمثل 1% من تعداد سكانها البالغ 12 مليون نسمة، كما أنها لا تمتلك أي طائرات، وتتمثل قوتها البرية في 65 عربة مدرعة. بنين حلت في المرتبة 41 بعد 100، ويبلغ عدد أفراد القوات المسلحة في بنين 5000 شخص. سن التجنيد الإجباري والطوعي في بنين هو 21 عاماً، ولكن يمكن الالتحاق بالجيش في عمر 18 عاماً، ويمكن لكل من الذكور والإناث الخدمة في الجيش. ليبيريا حلت في المرتبة 40 بعد 100 عالمياً، وتمتلك قوة عسكرية عاملة تقدر ب2000 شخص، فيما يصل تعداد سكانها إلى 5,200,000 نسمة، كما أنها لا تمتلك أي طائرات، وتتمثل قوتها البرية في 50 عربة مدرعة. جزيرة بليز جاءت في المرتبة 39 بعد 100، والتي يبلغ قوام جيشها نحو 1050 فرد فقط، ونسبة الإنفاق العسكري من إجمالي الدخل المحلي تبلغ 1.14%، وتمتلك طائرتين للاستطلاع الجوي و14 زورقا بحريا. سيراليون جاءت في المرتبة 38 بعد 100، وتمتلك قوة عسكرية عاملة تقدر ب9000 شخص، بما يمثل 1% من تعداد سكانها البالغ 6,800,000 شخص، كما أنها تمتلك 4 طائرات هليكوبتر فقط، من بينها 2 للمهام الجوية، فيما تتمثل قوتها البرية في 20 عربة مدرعة. احتلت إفريقيا الوسطى المرتبة 37 بعد 100، وتمتلك قوة عسكرية عاملة تقدر 10,000 شخص، بما يمثل 2% من تعداد سكانها البالغ 5,300,000 نسمة. تتكون قوتها الجوية من 3 طائرات بواقع طائرتي نقل وأخرى هليكوبتر، فيما تمتلك قوتها البرية 3 دبابات و89 مركبة. في المرتبة 36 بعد 100 جاءت جمهورية أيسلندا. ليس للدولة قوات مسلحة، فقط حرس الشواطئ، ويعمل به سفن وجناح جوي ثابت وطائرات تعمل بالتناوب. وأيسلندا عضو في حلف شمال الأطلسي، وتعتمد على حلفاء وأعضاء آخرين في أعمال الشرطة الجوية والدفاع الجوي.
وختاماً، تعد هذه الدول الأضعف عسكرياً في العالم، ولا نبالغ بالقول إنها مجتمعة عاجزة عن مواجهة أحد الجيوش المنظمة، لذلك فهي تعد دولاً هشة لا تقوى على حماية نفسها، وهي جميعاً تخضع للحماية من دولة أقوى أو تحت وصاية جيش آخر.